عبد السلام بجنون، مرحبا بك على موقع البطولة كوم. كيف ترى مباراة المغرب الفاسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنظن بان المباراة تكون قوية بحكم اننا كنقلبوا اننا يعني نسلقوا المراتب في الترتيب ديال البطولة. كنظن بانها تكون مقابلة صعيبة. المغرب الفاسي جاي بفوز جديدة، كما كنقولوا المورال عندهم مزيان، غادي يديهم مقابلة في المستوى، تكون يعني اجواء المقابلة في المستوى، لان كتعرف غنلعبوا في الليل والجماهير ديال المغرب الفاسي غتحج في كثرة الملعب. بالنسبه لينا كنظن بان خصنا ضروري نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. كنظن بان 3 نقاط ضروري خصنا نربحوا فاس، لان كما شتي المقابله ديال اولمبيك اوروبيه كانت في المتناول، ما استغليناش فرص كثيره اننا باش نسجلوها. كنتمنى ان شاء الله المباراه تدوز في جو رياضي وتعطي الطابع ديال البطوله الاحترافيه 100%. نتمنى ان شاء الله الحظ الموفق للفريق الفتح الرباطي، ان شاء الله غنمشيو عازمين ان شاء الله، كل عزم ان شاء الله باش نحققوا نتيجه ايجابيه، لان خصنا ضروري 3 نقاط باش نقربوا من الصفوف الاماميه. وكنتمنى ان شاء الله الحظ الموفق للجميع. وبعد المناسبه كنهني صديق ديالي زهير في الطالب التحق ديال المنتخب المغربي. كيف تشوف سير غياب الفعاليه الهجوميه في فريق فتح الرباط؟ كنظن بان كيما كنظن بان اكثر فريق دار محاولات امام المرمى في 6 دورات الاخيره هو فريق فتح الرباطي. كنظن ما كانش لو سوكسي، ما كانش النجاح كيما شفتوا مع فريق اولمبيك خريبكا. كرات كثيره تطمس في القائم، ضاع بيلاندي ضاع ضرب جزاء في الدقه الاخيره. كنظن بان كاش كنقص واحد شويه ديال التركيز. كنظن بان اللاعبين اللي موجودين في المستوى، اللاعبين اللي موجودين يعني اغلب الفرق ديال المغرب كيتمناو انه يكون عندهم لاعبين في هذا المستوى. كنتمنى ان شاء الله ان فوا غادي يجي تيسير ان شاء الله مع الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله تيسر الامور. كنتمنى ان شاء الله هذه المقابله اللي غنلعبوا في ملعب في المستوى، وغنلعبوا في اجواء كرويه في مستوى يعني الثامن ليلا في ملعب كيتعتبر من احسن العشب، يعني من احسن الملاعب في المغرب. كنتمنى ان شاء الله من هذا الاسبوع يعني ان شاء الله الفعاليه الهجوميه تكون، وان شاء الله حنا اشتغلنا عليها هذا الاسبوع رفقه اللاعبين اللي في الهجوم ورفقه المدرب. نتمنى ان شاء الله الاسبوع ان شاء الله الفعاليه الهجوميه اللي كيهضروا عليها الناس ان شاء الله تجي هذا الاسبوع، وان شاء الله نفوزوا ونرجعوا ان شاء الله للصفوف الاماميه. شكرا جزيلا.